قلت لي انكم ان مصر القابضه للتامين هي الشركه الاكبر في تقديم العوائد للدوله من شركات الحكومه. توقعاتك بقى لنهايه السنه دي بتحسبوها ازاي؟ بفيسكال يير ولا بتحسبها ازاي؟ نهايه السنه دي متوقع كام او السنه الجايه متوقع تدي الدوله؟ فيسكال يير اللي هي هتقفل كمان كام يوم ان شاء الله، يعني احنا السنه بتاعتنا بتقفل 30/6 اتوقع باذن الله، ودي طبعا حاجه ستسر وزاره الماليه، بس انا عايز اقول لك تبقى زي العسل على قلبنا، يعني بتسرني اكتر من وزاره الماليه والله. ان شاء الله نعدي المارك بتاع ال 2 مليار، ودي الحقيقه هتبقى علامه فارقه في شركات المملوكه للدوله كلها وليس فقط شركات قطاع الاعمال العام. متوقعين امتى تحصلوا على موافقه هيئه الرقابه الماليه لبدء نشاط شركه الحياه التكافلي؟ والله ندعو الله ونبتهل اليه ان شاء الله يا رب يبقى قريب. بشكرك شكرا جزيلا، الحقيقه لازم نعمل حوار اطول من كده شويه، بس بشكرك شكرا جزيلا عن كل هذه الاخبار. استاذ باسل الحيني رئيس مجلس الاداره عضو منتدب لشركه مصر القابضه للتامين، وهتفضل مصر للتامين حصن امان للملايين. انا عارفه انه في نشاطات اخرى، بس تفضل مصر للتامين دي هي الشركه المحببه لنا جميعا. تامين يعني مصر التامين، في مشاعر كده.